شاء الله قمر. مش مصدقة يا حبيبتي، مش مصدقة. ايه دي، ده هتعيطي ولا ايه؟ بس مش عريان شوية ده؟ جوجو بقولك ايه، عريان ايه بس يا ماما، ده زي القمر. قمر يا حبيبتي. سوري الباب كان مفتوح. انا اسف، انا ما كنتش عايز اسبب لكم اي دوشه او ارتباك. انت عرفت منين ان احنا هنا؟ من الفيسبوك بتاعك، كنت منزله الصوره قدام المرايه وعامله اللوكيشن على هنا، فسبت التصوير جري وجيت على طول لاني ما كانش ينفع افوت اللحظه دي. لحظه ايه اللي انت مش عايز تفوتها؟ وبعدين ثانيه واحده، ثانيه واحده، هو انتوا تعرفوا بعض؟ ايوه، أنا وديدا كنا بنعمل ميوزيكال وعروض مسرحية غنائية في المعهد، في الجامعة، في الجامعة، في الجامعة. ديدا؟ قول لها بقى يا ماجد. فرح، أنا أبوكي. إيه؟ أنا أبوكي. هو أنا سمعتك. انتي قلتي ايه؟ فانا تخيلت ان انتي ما سمعتيش، فانا بقول لك تاني انه انا ابوكي. انت بابا؟ بس انا ودلال اتجوزنا واحنا في الجامعه واحنا صغيرين. مين أبويا وما قلتليش؟ أنا أسفة أوي يا فرح، أنا أسفة. أسفة إيه؟ أسفة إيه يا دليل؟ كل ده، كل ده عارفة وما قلتليش؟ جماعة أنا مش عايز أشوف حد قدامي دلوقتي لو سمحتوا. اطلعوا بره لو سمحتوا، مش عايز أشوف حد قدامي.